أرحب بكم طلبتنا الأعزاء مع محاضرة جديدة من محاضرات الداتا مايننج. في هذه المحاضرة راح نكمل ما بدأناه في الكورس الأول، وهو طرح مجموعة من الخوارزميات أو الألغوريثمز اللي تناقش المرحلة اللي تكون بعد البري بروسيسنج داتا. مثل ما عرفنا انه مرحلة البري بروسيسنج داتا هي مرحلة تهيئة للبيانات وتصفيتها من اجل ان نصل الى مرحلة نطبق فيها خوارزمية معينة تناسب البيانات اللي عندي من اجل اتخاذ القرار. في الكورس الاول تكلمنا عن خوارزمية الايدي 3 الجورثم، وهذه الخوارزمية كانت تتبع نمط الكلاسيفيكيشن. احنا تكلمنا في الكورس الاول ايضا انه عندنا اربع انواع من الانماط او التقنيات. التقنية الأولى هي الـ classification، الأخرى هي الـ association، عندنا الـ clustering، وعندنا الـ production. فخوارزمية الـ ID3 algorithms واللي خدناها في الكورس الأول تقريبا في نهاية الكورس الأول كانت تعتبر من أبسط الأمثلة عن الخوارزميات اللي تعتمد على مبدأ التصنيف أو الـ classification. اليوم رح ناخذ خوارزمية تتبع نمط آخر وهو الـ clustering. هاي الخوارزمية اللي عندنا اسمها key meaning clustering. فخلنا نعرف شنو هي هذه الخوارزمية. في البداية ال key meaning clustering one of the most used clustering algorithm. It is allowed to group the data according to the existing similarity among them in key cluster. يعني نقصد بها أنه خوارزمية الكيمين هي أحد الخوارزميات الشائعة اللي تستخدم واللي تتبع نمط الكلاسترينج. تعتمد هذه الخوارزمية على نمط تجميع البيانات إلى جروبات أو تقسيم البيانات إلى جروبات، وهذه الجروبات عددهن يحدد بعدد السمات أو الصفات التي تتسم بها تلك البيانات. يعني عندنا مثلا هذا المثال، عندي مجموعة من الأشخاص أو هاي الكاركترز، كل جروب له لون معين. يعني تقريبا في المرحلة السابقة قبل ما أقسم هاي الجروبات كانوا نتخيل إنهم كانوا مرتبين بشكل عشوائي، فأنا غديتهم لي في خوارزمية الكيمين. خوارزمية الكيمين درست خصائصهم ولاحظت إنه عندنا كل مجموعة من الأشخاص يتسمون بلون معين، بالتالي قسمت هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الكاركتر إلى مجموعة من الجروبات، وكل جروب بصفات تختلف كلياً عن صفات الجروب الآخر. هذا أساس عمل الخوارزمية الكيمين. إذن الكيمين خوارزمية تعتمد على دراسة خصائص الداتا وتقسيمها تبعاً لتلك الخصائص، بحيث أهم نقطة أنه كل جروب يتسم بصفات متشابهة ومختلفة كلياً عن الجروبات الأخرى. Key meaning clustering is an unsupervised iterative clustering technique. أيضاً إحنا تكلمنا عن supervisor و unsupervisor learning أو teaching method. الأسلوب اللي يعتمد على supervise هو أسلوب يعتمد أنه إحنا كأشخاص لازم نتدخل في تدريب هذه الخوارزمية. إذا تكون في خوارزمية الـ ID3 كنا إحنا نقسم البيانات إلى قسمين. القسم الأول نسميناه بـ training، نعتمد على بياناته في تدريب ذلك الموديل، والقسم الآخر واللي هو الـ testing نستخدمه في اختبار هل إنه الموديل يتدرب أم لا، هل يعني حتى نشوفه هل هو تدرب بشكل صحيح، إذا استقبل بيانات أخرى راح يعطيني إجابة صحيحة أو لا. فإذا هذا الأسلوب يعتمد على تدخل الإنسان، بالتالي هو أسلوب سوبرفايز. خوارزمية الكيمين لا، تعتبر أن سوبرفايز ليرنينج ميثود، أي أنه إحنا ما نتدخل في تدريب هذا الموديل. هذا الموديل يعتمد على نفسه على خوارزميته من أجل التعليم واتخاذ القرار. رح ناخذ شوية يعني more details about key meaning clustering algorithm. في البداية it's partition the data set to، يعني تقسم البيانات إلى التالي. Each data point belong to a cluster with a nearest mean. يعني كل البيانات، أن بعد ما تقسم البيانات راح تحاول أنه كل مجموعة من البيانات تخليها قريبة على فد نقطة معينة أو فد آيتم معين.
يعني يعني من قسمة البيانات راح تختار فد نقاط معينة أو فد آيتم معين تجمع عليها البيانات الأخرى، بحيث تكون هذه البيانات الأخرى تكون قريبة من تلك النقطة اللي تم اختيارها. Data point، إن شاء الله في المثال راح نلاحظ أو راح نفهم شنو هذا الكلام. Data point belong to one cluster have high degree of similarity. أيضا تكلمنا سابقا أنه البيانات اللي تعود إلى كلستر، طبعا الكلستر هنا أقصد به هو نفس الجروب. إحنا ممكن نقسم البيانات إلى مجموعة من الجروبات أو مجموعة من الكلسترات. فالبيانات اللي تكون في كلستر معين تحت تكون على درجة عالية من التشابه، مثل ما ذكرنا في الصورة أنه مثلا أشخاص لونهم أحمر يختلفون في اللون كليا عن الأشخاص اللي لونهم أصفر، وهذا أكيد يعني الأحمر يختلف عن الأصفر. بالتالي كل كلستر بياناته تختلف كليا عن بيانات الكلستر الآخر، وأيضا كل كلستر بياناته تكون متشابهة فيما بينها. Data point belong to different cluster have high degree of dissimilarity. إذن اللي تكون في one cluster have high degree of similarity، واللي تكون في different clusters have high degree of dissimilarity. في هذا السلايد راح نشرح الكي مين كلاسترنج الجورثم ستيبس. قلنا في البداية إنه نحدد number of cluster key، نحدد عدد الجروبات أو الكلاسترز اللي نحتاج إنه نقسم البيانات على أساسها. طبعا هذه الخطوة أنا راح أعطيكم إياها مثل ما قلت لكم إنه أنتم ما راح تقترحوا، بس إذا اشتغلتوا برمجيا أنتم لكم يعني حرية التصرف. طبعا أكيد تبعا لطبيعة البيانات، أنتم مثل ما حكينا في الكورس الأول إنه إحنا لازم نفهم البيانات، ندرس طبيعتها، نحاول نحللهن قبل ما ندخلهن في الكلاسيفاير. لا تلاحظون إنه تكلمنا في هذه الخطوة هواية في الكورس الأول إنه فهم البيانات أمر جدا ضروري للحصول على بيانات دقيقة، وأهمية تلك النقطة نجني ثمارها هنا لما نطبقهن. فإحنا لو فاهمين البيانات بسهولة راح نحدد كم كلستر نحتاج إنه نقسمه. فإذا كحل رياضيات أنا أعطيكم كم كلستر، إذا أعطيتكم كسؤال وإنه طبقوا لي خوارزمية الكلستر أو الكي مين كلستر، راح أعطيكم كم جروب أو كم كلستر تحتاج إنه تقسموها. الخطوة اللي بعدها قلنا إنه راندوملي نختار مجموعة من البيانات ونحددهن إنهن بيانات مركزية أو نسميهن بالكلستر سنتر، خلينا نقول شلون يعني نقاط مركزية. في خطوة اللي التالية إنه عملية أو الملحوظة المهمة اللي يجب أن نأخذها في عين الاعتبار إنه عندما نختار هذه النقاط المركزية العشوائية يجب أن تكون تلك النقاط بعيدة عن بعضها البعض قدر الإمكان، لأن مثل ما حكينا إنه أكو معايير تحددنا. أنا ما أختار مثلا عندي أرقام من 1 إلى 100 وأختار نقاط مركزية عبارة عن 5 و10، لا، أحاول إنه أجد مثلا 15 و85 نقاط بعيدة عن بعضها البعض. الخطوة المهمة الأخرى وهو calculate the distance between each data point and each cluster center by using the following formula. إنه نحسب المسافة ما بين النقاط الأخرى، يعني النقاط بقية النقاط وما والنقطة المركزية. يعني لو عندي نقاط من 1 إلى 100 وحددت النقاط المركزية هي 15 و85، فحاول أحسب النقاط ما بين النقطة المركزية اللي هي 15 وما بين النقاط الأخرى اللي هي مثلا خلينا نقول 30 60 70 وهكذا. طبعا هذا الكلام يطبق على النقطتين، يعني مثلا إذا عندي نقطة 30 و60 أحسب المسافة ما بين 15 و30 وما بين 30 و85، يعني البوينت الوحدة أحسب لها مسافة لمرتين لكل النقطتين أو لكل السنتر بوينت، وباستخدام هذه معادلة حساب المسافة واللي هي بسيطة عبارة عن X ناقص A تربيع زائد Y ناقص B تربيع تحت الجذر. نكمل بالنقاط. إذا ما عندكم سؤال طلاب، عندكم سؤال شيء؟
واضح الصوت والصورة؟ اي علي حسن جودي ويانا مويانا. طلاب بدي اسمع اصواتكم. احمد تركي. نعم استاذ. من حكى وياي؟ ما طلع اسمه. احمد تركي. يا احمد، لما نختار نقاط عشوائيه، هاي النقاط لازم شنو تكون؟ شنو يعني سي؟ شنو يعني هاي النقاط؟ لما اختاريناها هاي النقاط العشوائيه لازم نراعي فد ليميت معين في عمليه الاختيار. شلون؟ ما اعرف. ضحى. نعم استاذة. اي ضحى، هاي المعايير شنو؟ استاذة لازم تكون بعيدة عن بعضها البعض. بالضبط، بيانات تكون متباعدة قدر الامكان، او انه تكون بيانات مختلفة عن بعضها البعض. لازم تكون بيانات متباينة، ما نقدر تكون بيانات متشابهة. شكرا يا ضحى. إذا الخطوة اللي بعدها، assign each data point to some cluster. إنه بعد ما حسبنا المسافة، نبدأ نحدد أو نقدر من المسافة القريبة للكلستر المعين. فإذا كانت يعني مثلا كنا حسبنا المسافة، صارت عندي يعني حسبنا مسافة لنقطة واحدة، مثل ما قلت نحسب مسافتين لكل النقطتين. إذا عندي مثلا اختاريت 2 نقاط مركزية وعندي نقطة واحدة، فأحسب المسافة ما بين هاي النقطة وما بين تلك النقطتين، والمسافة القصيرة اللي ما بيناتهن هي اللي تقول لي إنه هذا الإن بوينت تابع لهذا الكلستر، وهي بعيدة عن ذاك الكلستر الآخر اللي هي مسافته بعيدة. يعني المسافة القصيرة هي اللي تحدد لي اسم الكلستر اللي راح أضيف إلى هذه النقطة. A data point is assigned to that cluster whose center is nearest to the data point. يعني نفس ما قلنا انه المسافة تكون قصيرة ما بين تلك النقطة وما بين النقطة المركزية. الخطوة اللي بعدها انه نسوي recompute نعيد نسوي إعادة للخطوات السابقة، يعني نفس الأسلوب، بس هالمرة النقاط المركزية من اقترحها إحنا، لا نحسب المعدل. اذا في الخطوه اللي بعد ما حسبنا المسافه وحددنا انهم هاي البوينت في هذا الكلستر، نبدا نعيد نفس الخطوات السابقه، بس هالمره مثل ما قلت انه احنا ما راح نقترح او ما راح نختار نقاط عشوائيه، لا راح كل كلستر نحسب معدل النقاط اللي بيه، والناتج مال هذا المعدل هو راح يكون هو النقطه المركزيه. ونبدا ايضا نطبق نفس عمليات او معادله او خلينا نقول قانون المسافه ونحدد النقاط. قد يكون هذا الكلام لسه مفهم، بس في المثال راح يكون واضح. احنا خلينا نخلي هذا الكلام في بالنا، ولما نطبق المثال راح نسترجعه. هسه احنا راح نضل نستمر نسوي ريكومبيوت. فشلون نتوقف؟ شو كنت راح نتوقف؟ نحتاج نعرف الى اي نقطه يجب ان نصل، وبعدها نتوقف في عمليه حساب الديستنس، وفي عمليه حساب الفيرج سنتر بوينت، يعني في عمليه حساب المسافه وعمليه حساب النقطه المركزيه
الناتجة في كل كلستر. طبعا عندنا ثلاث معايير رئيسية، انه احنا نلاحظ لما نطبق هاي الخوارزمية انه نلاحظ انه السنتر بوينت تبدأ تظهر نفسها في كل مرحلة، يعني خلينا نقول مرحلتين تكررت عند السنتر بوينت. لما تتكرر اتوقف، اقول انه هذا الناتج النهائي اللي عندي، هذا التصنيف النهائي عندي للبيانات، والاستمرار في هذه البيانات معناته راح مجرد مضيعة في الوقت، لأنه راح تطلع لي نفس النتائج ما راح تتغير. فإذا لاحظت إنه center point ظهرت لي متشابهة مثل ما راح نشوف في المثال التالي، فأوقف عملية الحساب. هاي حالة. حالة أخرى مثلا أني أدري إنه هاي الخوارزمية تنتهي عند المحاولة 20، خلينا نفرض 20، يعني 20 مرة أحسب مسافة و20 مرة أحسب center point. بس يعني أنا اللي طلعت المثال أدرى عدها 20، فأنا ما لكم تحطون للعشرين، أقول لك لحد 5 محاولات وتوقف تتوقفوا. طيب لو كنت يعني مو أنا اللي أعطيتك المثال، كان هو سؤال أو أنت عندك داتا تريد تصنفها وتستخدم أكيد الحاسوب في عملية الحساب، مثلا تقدر تقترح تسوي لوب، تقول له لوب خلي من 1 إلى 20 أو من 1 إلى 10، تبقى الخوارزمية تستمر من 1 إلى 10 وبعدين تتوقف. طبعا قد يكون انه مو هذا هو التصنيف النهائي، قد يكون التصنيف النهائي عندنا المرحلة مثلا خلينا نقول 40، بس انت حددت لحد 10 فأوكي راح يحول 10 وراح يتوقف، لأنه يعني خلينا نقول انه انت لحد 10 اكتفيت، البيانات عجبتك واكتفيت، ما يحتاج تكمل ال40. هذا يعتمد على دراستك لي او تحليلك للريزلت اللي حصلتها وقناعتك به. وهذا ما يمثل يعني هذا الكلام اللي قلناه هو هنا مبين في هذه النقطه، ماكسيمم نمبر اوف الايتريشن ار ريتش. ايضا الحاله الاخرى اللي عندما نوصل الها يجب ان نوقف عمليه الحساب، وهي انه نلاحظ انه من اشتغل انه البيانات تبقى في هذا الكلاستر ما تتغير، تبقى مثلا هاي مثلا خلينا نقول انا عندي، خلينا راح تشوفون ايضا في المثال عندي رينج من البيانات، اي مجموعه من البيانات او النقاط، انه هذه النقاط في كل مرحله هي باقيه في نفس الكلاستر، ما انتقلت لكلاستر اخر. فلما نلاحظ هاي الثبوتيه نوقف العمل ونكتفي في النتائج اللي حصلنا عليها. عندي هذا المثال صوري، طبعا هاي اللي اقصد بيها النقاط متوزعة، فاني عشوائيا عندي هاي الداتا دخلتها للكلاسيفاير. الخطوة الاولى احتاج مثلا اقول له انه الكيمين عندي 3 groups. الخطوة اللي بعدها هاي اول نقطة. الخطوة اللي بعدها احتاج احدد نقاط عشوائية، واللي قلنا هاي النقاط لازم تكون متباعدة، مثلا اختار هذه النقطة واختار هذه النقطة واختار هذه النقطة. انا صار يعني انا قلت لك تقدر تستخدم نقطتين، انا صار بدي اختار 3 نقاط لان حددت 3 جروبات، فحددت 3 نقاط عشوائية اختاريتهم، النقاط متباعدة عن بعضهم البعض مثل ما تلاحظون، وابدي في عملية الحساب. فمثلا لو وصلت الى هذه النقطة، شو ابدي اسوي؟ ابدي احسب المسافة ما بين هذه النقطة وهذه النقطة، هاي اول حساب للمسافة، وايضا احسب ما بين هاي النقطة وهذه النقطة، وما بين هذه وهذه، فاشوفا من النقطة الاقرب او ما هي المسافة الاصغر، فاضيف هذه النقطة الها. طبعا هو واضح انه هاي النقطة قريبة لهاي النقطة المركزية، بالتالي تلاحظون انه هي انجمعت في هذا الكلاستر. لنفرض أنا عندي نقطة هنا، هاي النقطة أيضا أبدي أحسب المسافة ما بين هاي النقطة المركزية اللي عندي وما بين هذه النقطة الثانية. ده تلاحظ إنه المسافة متقاربة، فأنا ما أقدر أحددها يعني هسا، يعني عفواً بيانات هواية، لما أغذي كلاسيفاير أغذي بداتا متكونة خلينا نقول من 1000 رقم. فما أقدر أنا أسوي يدويا وأحدده، فأنا أريد أطرح هذا المثال، نفرض عندي هاي النقطة، ما أعرف أخليه في هذا الكلاستر أو في هذا الكلاستر، فأكيد أحتاج إنه أحسب المسافة وأشوف من النقطة الأقل، فتكون هاي النقطة هي تابعة لذلك الكلاستر. لكن مثل ما تلاحظون هنا تقسمت عندي لي 3 جروبات. طلاب هنا عندكم سؤال حتى نبدي في شرح السؤال أو المثال؟
قلت ليش لازم تكون متباينة حسنياً علي؟ حسنياً لازم تكون متباينة حتى تسهل علي عملية التقسيم. يعني مثل عندي هذا المثال، لو أخذت مثلاً هاي النقطة، خلني نمسح هذا، لو أخذت النقطة المركزية هذه وهذه ولنفرض هذه النقطة، طيب من أجي أقسم الجروبات، يعني مثلا هيك راح تصير النتيجة عندي، لو هيك راح تصير، إيش تعتقد إنه هذا الشيء صحيح؟ لأنه أساسا هذا التصنيف اللي رسمته هسه مو صحيح، لأنه البيانات راح تصير، خلينا نقول راح أربك هاي الخوارزمية، إنه شلون راح تحسب مثلا هاي البيانات، هاي النقطة صارت بعيدة، هاي النقطة صارت بعيدة، فأني أفضل إنه تكون النقاط لازم، مو أفضل، هو لازم تكون بيانات متباينة. مثلا لو يعني هذا القروب في البيانات رح يولد لي تصانيف غلط مو صحيحة. واضح واضح ماشي تمام. أحد عنده سؤال طلاب؟ ان شاء الله ماكو العفو طلاب، ان شاء الله ماكو مشكله. اتوقف، شنو اتوقف سجا؟ سجا ما فهمت شنو اتوقف. ها اذا المسافات متساوية للنقطتين، لا ما تتوقفين. راح اشوفين السافية المثال انه ذاك تساوت المسافات في البداية، ممكن انه نضيف النقطة لأي مسافة، بعدين في الخطوات اللي بعدها راح يبين الموضوع. يعني هسه راح تشوفين السافية المثال، عندنا مسافة متساوية وراح يكون جوابه لسؤالك هذا. إذا لو ناخذ هذا المثال، عندي هاي الأرقام implementation of the key mean algorithms to point، عندي هاي النقاط يمكن 7 أو 8 نقاط، وهنا نعطينا الكي تساوينا 2. فلما نقول الكي تساوينا 2 معناته أنا هاي النقاط رسمتها بيانيا بهذا الشكل. انتوا اصلا ما تحتاجون ترسمون، بس حتى نوضح هاي البوينت عندي على هذا الجرا، على هذا الاحداثيات، فالكي تساوينا 2. اذا راح اقسمها لي يعني بيانات احد عندي تصير 2 كلستر، هاي 2 سنتر بوينت مو 3، كي تساوينا 2، فراح اختار انه 2 بوينت عشوائيا واعتبرها هنا سنتر بوينت. فنفرض هنا اختارينا السنتر الاولى هي 1 1 والسنتر الثانية 5 7، يشوفون انه شلون متباعدات، انه 1 1 و5 7 نقطتين مختلفات اللي هي هذه، هاي عندي هنا موضحات هذه وهذه النقطة، شلون المسافة ما بيناتهن كبيرة قدر الامكان، يعني حسب يعني شوفنا احنا للبيانات. الخطوة اللي الثالثة التالية لها calculate the distance. طلاب وياي بعدكم لو رحتوا، انت نعم
تمام أشارك. الخطوة اللي بعدها calculate the distance between each data point and L center center. نحسب المسافة ما بين مثلا هاي النقطة وما بين هذه النقطة المركزية اللي هي واحد وما بين النقطة المركزية الأخرى اللي هي اثنين باستخدام هذه المعادلة. نحسب المسافة ما بين لأن النقاط ما بين النقاط المركزية الرئيسية عندي واللي احنا ميزناها هنا سوينا نفذ مارك غيرنا اللون حتى تكون واضحات عندي. نسوي هذا الجدول، نخلي هاي البيانات في العمود الأول، وعندي في الصف العلوي نخلي السنتر الأولى اللي هي هذه والسنتر الثانية اللي هي هاي، وهنا اسم الكلستر اللي راح تنضاف إلى هذه البيانات. نفرض هنا عندي هاي بعدها مو واضحة ما مبينة، كأنه تصوروا هذا هنا ماكو. تصوروا انه هذا هنا سي ون هذه ما موجودة، عبارة عن فراغ. فأجي أحسب المسافة ما بين النقطة اللي هي واحد واحد وما بين النقطة المركزية اللي هي واحد واحد، فأكيد المسافة هي صفر لأن هي نفس النقطة. أجي أيضا أحسب المسافة ما بين واحد واحد وما بين النقطة المركزية الثانية واللي هي خمسة سبعة، وأحسبها باستخدام هاي المعادلة أو هذا القانون، والمسافة عندي هي 7.21. فأوبيسلي يعني بشكل واضح أو بسهولة تميزون أنه النقطة واحد واحد هي موجودة في الكلستر ون لأنه المسافة مالتها هي صفر، بينما هي ما موجودة في الكلستر تو لأنه المسافة مالتها هي كلش كبيرة. أيضا يعني أطب أو أحسب المسافة للنقطة اللي بعدها اللي هي واحد ونص واثنين، أحسب المسافة ما بين هذه النقطة وما بين النقطة المركزية الأولى، وأقول واحد ناقص واحد ونص تربيع زائد واحد ناقص اثنين تربيع، والأوتبوت عندي هو 1.12. وأيضا أحسب مسافة ما بين هذه النقطة والسنتر 2، فصير عندي 5 ناقص 1 ونص تربيع زائد 7 ناقص 2 تربيع، والأوتبوت عندي 6.10. فأيضا obviously واضحة أنه 6.10 هي أكبر من الواحد و12، بالتالي هاي النقطة أخليها أقول الموجودة في الكلستر 1، صنفتها هي موجودة في الكلستر 1. أبدي أشوف أو أكمل على النقاط البقية، نقطة 3-4 هذه النقطة أحسب المسافة ما بينها ما بين كلستر 1 وما بينها وبين كلستر 2، والناتج عندي يكون 3.61، وأيضا مع كلستر 2 هو 3.61. هنا أحتاج أنه أسوي بريدكشن، يعني أنا إذا خليتها بالكلستر 1 أو كلستر 2 أنا 2 صحيحات عندي لحد هذه الخطوة. ليش؟ لأنه هي المسافة نفسها. فلنفرض هنا احنا خليناها في الكلستر 1، يعني مثلا انت بالالجوريثمز تضيف انت هذا الشرط، تقول اذا المسافه متساويه هنضرب في الكلستر 1 في هاي المرحله، بس راح نشوف شو حيصير في المراحل اللي بعدها وراح تبين الاجابه الصحيحه، لانه هاي مو الفاينل ستيج، هاي مو المرحله النهائيه، عندنا بعد انر ستيجز. اذا نحسب المسافه ما بين بقيه النقاط 5 و7، عندي المسافة إلها هي 7.21، هاي المسافة ما بينها وما بين كلستر أو سنتر 1، ما بينما أكيد مع ما بينها وبين سنتر 2 لأن هي نفسها فتكون المسافة صفر، فهنا صنفت هذه النقطة إن هي موجودة في الكلستر 2. النقطة التالية 3.5 و5، المسافة ما يعني المسافة إلها بينها وما بين النقاط المركزية هي 4.72 و2.5، فأكيد هي موجودة في الكلستر 2 لأن المسافة تكون قليلة، ونخلي هناك كلستر 2 يعني، وهكذا نكمل لبقية النقاط نشوف مين يصير. طبعا الطلاب للمعلومات هذا كبرمجيا انتو هذا الشيء ما تسووه، انتو مثلا اللي يستخدم بايثون واللي يعرف في بايثون كل اللي يحتاجه انه يسوي امبورت لهذه الخوارزمية. هاي الخوارزمية مجرد يعني خلينا نقول عبارتين برمجية 2 أو 3، هاي العبارتين مضمونها انه تسترعي خوارزمية الكيمياء وتغذيها في البيانات، وهي يعني والبايثون هو راح يبدي او هاي اللايبراري هي راح تشتغل وتنطيك الاوتبوت، فانت ما تحتاج تسوي هذه الحسابات.
بس احنا هاي الحسابات ننطيكم اياها حتى تفهمون هاي الخوارزميه شلون تشتغل. فاذا بقيه النقاط صنفناها على ان هي موجوده في الكلاستر 2. اذا نتوقف؟ لا ما نتوقف، لان ما عندي اي شرط من الشروط الثلاثه اللي ذكرتهن واللي تقول لي انه توقف. فابدي في الستيج التاليه. فتلاحظوا انه انا تقريبا عندي البيانات انقسمت بهذا الصوره، هاي ثلاث نقاط موجوده في الكلاستر 1، وذني اربع نقاط موجوده في الكلاستر 2. هنشوف الجماعه ويانا. طلاب استمعوني، واضح صوتي؟ نجم ويانا مو ويانا؟ البقية وين؟ ما ادري اشوفهم. مرتضى، مرتضى ماشي. ايه، فهسا في هذه الخطوة شو نسوي؟ قلت نحسب الأفريج سنتر بوينت في لكل كلاستر. يعني أنا عندي ثلاث نقاط موجودة في الكلاستر 1، أبدي أحسب أو يعني أحاول أنه أجد سنتر بوينت. بس هاي سنتر بوينت نقدر نستخدمها بحساب الأفريج. يعني أجي أجمع واحد مثل ما هنا، واحد زائد 1.5 زائد 3 واللي هن الأحداث الأكسي في هذه النقاط، تقسيم عددهن 3. هنا جاي استخدم احسب الافرج، وللاكس لل يعني للواي او الصادي اقول 1 زائد 2 زائد 4 تقسيم 3. الاوتبوت عندي او النقطة الجديدة اللي راح تظهر عندي هي 1.83 و2.23 33. فعندي هذه النقطة المركزية الأولى واللي هي وجدناها بحساب الأفرج. نفس الأسلوب أجد الأفرج سنتر بوينت في الكلاستر 2. فعندي 5 زائد 3.5، نستخرج القانون، نقول 5 زائد 3.5 زائد 4.5 زائد 3.5 واللي هو هاي تقسيم 4. وهنا للواي 7 زائد 5 زائد 5 زائد 5 سوري زائد 4.5 تقسيم 4. فالكلاستر 2 عندي الافرج سنتر بوينت هي هذه. اذا هاي يعني صار عندي هاي شلون هني النقاط، هن النقاط المركزيه الجديده اللي عندي واللي راح استخدمها في المرحله التاليه. في المرحله التاليه اسوي نفس هذا التيبل، اخلي النقاط هنا عندي واخلي النقاط المركزية الجديدة، مو اللي احنا اول شي اختاريناها عشوائيا، لا اللي حسبناها يعني بالافرج. اقول لها سنتر 1 هذه وسنتر 2 هذه. فابدي ايضا احسب المسافة ما بين هذه النقطة ما بين هذه النقطة. فمثل ما تلاحظون عندي هنا المسافة الاولى، خلي المساحة هذا حتى. فالمسافة ما بين 1 و 1 وسنتر 1 هي 1.57. قلنا 1.83 ناقص 1 تربيع زائد 2.33 ناقص هذا الواحد تربيع، والأوتبوت عندي هو 1.57. بنفس المعادلة أحسب المسافة الأخرى، ويعني obviously أيضا أنه المسافة ما بين هاي النقطة وما بين النقطة الأولى أو الكلاستر 1 هي أقل، فنضيفها في الكلاستر 1. ايضا احسب نفس الاسلوب، احسب للنقطة التالية، ونلاحظ انه الاوتبوت عندي 47%، بينما هنا 24، فاكيد موجودة في الكلاستر 1. نبدأ هنا اذا تذكرون في المرحلة الاولى 3.4، المسافة ما بينها وما بين النقاط المركزية الاولى والثانية كانت متشابهة او متساوية، فاحنا محتاجين انه نسوي بريدكشن او انه ضفناها للكلاستر 1، لانه احنا من اللي عفوا نوديها حطيناها للكلاستر 1، ما كان عندي بها مشكله لان هي المسافه متساويه. بينما هنا لاحظنا في الخطوه الثانيه
انه المسافات اختلفت، ونلاحظ انه في المسافة، يعني المسافة ما بين هاي النقطة والكلاستر 1 هي اكبر ما بينها، ما بين المسافة ما بين هاي النقطة والكلاستر 2، بالتالي غيرنا هاي النقطة ونقلناها من الكلاستر 1 الى الكلاستر 2. نجي نكتب هنا كلاستر 2، لا تذكرون في الخطوة السابقة هنا خليناها كلاستر 1، بينما هنا لا غيرناها وخليناها في الكلاستر 2، لأنه هاي الخطوة انطتني نتائج أدق من الخطوة الأولى. في نفس الأسلوب أيضا أحد أدى سؤال. السلام عليكم أستاذة. عليكم السلام ورحمة الله. صار عندي ضرب خاص أقدر أطلع؟ على راحتك يا حسنين. شكرا سي. نكمل ونحسب المسافات ما بين هاي النقاط والنقاط المركزية، وايضا محتاج بعد نعيدها هي واضحة تكون فورينج، لانه المسافة الاصغر اضيف لها هي اللي تكون يعني مؤشر لي انه هذه النقطة موجودة في هذا الكلاستر. هنا عندي هاي النقطة هي بقت في الكلاستر 2، وهنا النقاط البقية ايضا بقت في الكلاستر 2. هل احتاج انه اتوقف؟ لا ما اتوقف، لان مثل ما قلنا ما اجاني اي إعاز أو شرط من هاي الشروط اللي ذكرناها الثلاثة، واللي توحي لأنه أتوقف لأنه الخوارزمية انتهت، فأبدي مرحلة جديدة. فأيضا هنا أنا عندي بيانات تقسمت بهاي الصورة، الكلاستر 1 في بي نقطتين والكلاستر 2 بي 5 نقاط، فأبدي أحسب الأفرج سنتر بوينت. فهنا أقول أن 1 + 1.5 تقسيم 2، هاي بالنسبة للأكسي للإحداث الأكسي، وواحد زائد 2 × 2 بالنسبة للإحداث الصادي أو الواي، والأوتبوت عندي هذا. فهاي النقطة المركزية الجديدة اللي راح استخدمها في المرحلة التالية. أيضا في نفس الأسلوب أحسب الأفرج سنتر بوينت لهذه الخمس نقاط، هاي كلها موجودات في الكلاستر 2 وهاي كلاستر 1. في الكلاستر 2 أقول لهاي 3 + 5 + 3 وهو يعني هالأمور تقسيم 5، وأيضا 4 + 7 + 5 إلى آخره هي تقسيم 5، والأفرج سنتر بوينت الجديدة عندي هي هذا الرقم 3.9 و5.1. فإذا هنا أيضا أسوي هذا التيبل، أخلي النقاط وأخلي عندي فوق النقاط المركزية الجديدة عندي اللي حسبتهم في الخطوة السابقة، وأبدأ أيضا أحسب المسافات ما بين هاي النقاط وما بين هذه النقاط المركزية. مثل ما تلاحظون إنه أنا البيانات عندي بقت نفسها، النقطة الأولى والثانية بقت في الكلاستر 1، بينما في يعني النقاط الخمسة البقية هنا ما تغيرن وأيضا بقن في الكلاستر 2. قد يعطيني هذا مؤشر إنه ما أكمل، بس أو هو مؤشر إلي. ليش؟ لأنه عندي يعني هاي بقى هذه النقاط في نفس الكلاستر، عدم تغيرها إيش راح يؤدي لي؟ راح يؤدي لي إلى ظهور سنتر مشابهة للسنتر السابقة. لأن تلاحظون عندي أجي أبدي أحسب الأفر، حتى أتأكد أبدي أحسب الأفرج سنتر لهاي النقطتين واللي حسبناه إحنا في الخطوة السابقة، هنا ما تغيرن، مثل ما قلت لكم البيانات ما انتقلت من كلاستر إلى كلاستر آخر. فالأفرج سنتر بوينت أكيد راح تبقى نفسها ما تتغير. هاي عندي 1 + 1 أو 1.5 و2، أبدي أحسب الأفرج سنتر، ألاحظ إنه الأفرج سنتر عندي هو هذا، وأيضا في الكلاستر 2 اللي هو هذا، هذه نقاطة الأفرج سنتر بوينت ما عندي راح تظهر بهذه الصورة. إذا تنتبهون إنه هذه النقاط هي مشابهة لهذه النقاط الموجودة في الخطوة السابقة، فهنا هذا مؤشر إلي إنه توقف، عندك إرر أو راح يظهر عندك إرر، إنه أنا محتاج أسوي حسابات complex calculation وعلى داتا هي متشابهة ما تنطيني فت output جديد، ف
فأقول له هنا ايرور توقف، لأنه عندي السنتر بوينت الجديدة هي تشبه السنتر بوينت القديمة، والفرق ما بينات يعني كمعادلة خلينا نقول يطلع 0%، بالتالي أنه أنا ما أحتاج أكمل وأتوقف، يعني هذا شرط التوقف. فالأوتبوت أو التقسيم النهائي عندي راح يكون بهذه الصورة، عبارة عن 2 كلستر، كل كلستر الأول يضم 2 داتا بوينت، والكلستر الثاني يضم 5 داتا بوينت. طلاب هنا عندكم سؤال؟ واضحة هاي الحسابات شلون سويناها؟ تحتاج أو يعني أعيد نقطة معينة؟ أحد يجاوبني؟ ياسر، ياسر علاء، أي ياسر ويانا؟ إن شاء الله ماشي، خلينا نكمل. فإذا بعد ما توقفنا أنه يعني حصلنا على هذا الأوتبوت، انتهى عملنا مع هذه الخوارزمية. مثل ما تشوفون خوارزمية سهلة، حساباتها بسيطة، شغلها مو صعب، بس تنطيني نتائج جيدة. طبعاً إذا كانت البيانات مو كلش ضخمة، فراح نلاحظ أو راح ننتقل للسلايد الأخير، وهي مناقشة الست يعني نقاط القوة والضعف في هذه الخوارزمية. من أهم يعني من النقاط المهمة في الكي مين الجورثمز إن هي تنطيني معلومات وافية وتفاصيل عن البيانات اللي عندي. They often reveal the finer details about the relation between data objects. إنه يعني حشينا في البداية هالخوارزمية أساس عملها هو دراسة خواص هذه البيانات وتقسيم تلك البيانات باعتماد على خصائصها. بالتالي دراسة هذه الخواص تساعدني على فهم طبيعة هذه البيانات بصورة أكثر، وأيضا تنطيني يعني details عن تلك البيانات وطبيعتهم. فهي من أهم النقاط اللي هي مفيدة أو الممكن نحصل عليها من الكي مين كلاسترينج. لكن هذه الخوارزمية طبعا تعتبر هي خلينا نقول صحيح مهمة، تستخدم بكثرة، بس هي تعتبر بيسك مع الانفجار الهائل عندنا في البيانات، مع الانفجار الهائل في استخدام يعني أتمتة الحياة، انه صرنا نستخدم الحاسوب والروبورتات في كل تفاصيل حياتنا. خلينا نقول مو احنا، او احنا نستخدمه حتى في الابلكيشن في الموبايلات. لاحظوا انه مثلا انه الموبايل اللي قبل 5 سنوات الرام مالته خلينا نقول 2 جيجا 4 جيجا، حاليا ما يكفينا 2 جيجا 4 جيجا. ليش؟ لانه صارت الابلكيشن كثرت، الداتا اللي قامت تستلمها اكثر، بالتالي انه احتاجين هاش معناته انه البيانات تضخمت. فمع هذا خلينا نقول هذا التقدم اللي جاي يصير، الاعتماد على الحسابات الرياضية يعتبر شيء مو كل يعني يعتبر شيء مو بروفيشنال. نحتاج انه احنا خطوات او افكار او اساليب هو اكثر رقيا، تستهلك وقت قليل، تستهلك جهد قليل، بس تعطيني نتائج اقوى. فخوارزمية الكيمي الجورثمز تتميز ان هي تعتمد على الحسابات، على الحسابات الرياضية، وهذه الحسابات راح تزداد وراح تكون اكثر معقدة لما تكون البيانات هواية بالتالي راح تكون عندي يعني استهلاك للطاقة وللمصادر. فهذه تعتبر من اهم النقاط السلبية الموجودة في هذه الخوارزمية. وايضا هذه الخوارزمية تتميز ان هي sensitive to the noise and outlier data، يعني تكون حساسة للبيانات اللي هي مو صحيحة اللي هي noise، وإلى البيانات اللي هي تكون خارج حدود البيانات اللي عندي. فنفرض مثلا انا عندي هذا الشكل يعني outlier data، لنفرض انا عندي نقطة هنا هاي مو هاي البيانات عندي، عندي نقطة خلينا نقول هنا زين، هاي هذا يعني انا ما اجي يعني تعتبر هيك تقسيم الكلاستر بهذه الصورة، سوري
انه هاي داتا تعتبر outlier داتا، لان بيانات بعيده عن البيانات اللي عندي المجمعه هنا أنا. فاذا قسمت الكلستر بهذه الصوره او حتى ضميتها في هذا الكلستر، هذا الكلستر نقول الواسع، وعندي هاي الكلستر هنا هذا الرينج مالته. طبعا هاي المسافه الكبيره فشيء يولد لي مشاكل كثيره، انه هذا يعني الرينج هنا عندي خلينا نقول هنا توسع اكثر، فراح يولد لي مشاكل او اخطاء في الاوتبوت عندي. بالتالي انه هاي الخوارزمية تتاثر بالاوت لاير داتا، الا يفضل انه نسوي لها فلتر في البدايه ونتخلص من البيانات اللي هي تكون نويز والبيانات اللي تكون اوت لاير. فإذن ذني أهم نقطتين تعاني منها خوارزمية الكيمين، إن هي تستخدم الرياضيات والرياضيات معقدة نوعا ما في حساباتها، وهي تكون بالتالي تكون إكسبنسيف، وأيضا تكون سينسيتيف تو ذا نويز أند أوت لاير داتا. طلاب هنا خلصت محاضرتنا، إذا عندكم سؤال تفضلوا، وإذا ما عندكم حتى كمان يروح الشغل بعد ونخلص.